أنا بهالظرف السيء، ما فيني ربي ابني جوجو، ما بقدر، لأنه هو بس يصير في عنده أخ وقتها ابني جوجو ما رح يطلع له شيء، لا تياب ولا ألعاب ولا حتى غرفة خاصة فيه. شلون بدنا نربي ولدين عراتبك سانجيف؟ والمشكلة إنكن شايفين هالشي ومتجاهلين هالقصة، بس لأنه أنتو خايفين كتير إنه حصتكن تنقص. سونيدي، شو اللي مخليك تحسي حالك فقيرة؟ نحنا كمان منحب جوجو ابنك مثلك بالضبط، ويمكن أكتر منك، وأي شي نحنا منملكه بهالبيت هو ملكك كمان، وأي شي ممكن يلزمك أنا رح أسعى لأمن لك إياه من مصاري أو معاملة منيحة. وبعدين بوعدك إنه اللي آخدينه بهو أنمول من غرف ومعاملة وغيرها رح نأمن لهم مثلهم وأكتر لولادك. بس بالنسبة لمسألة التقسيم مستحيل تصير. إيه؟ إذا قسمنا العيلة أكيد رح تتشتت، ورح يكون في بعد بالرغم من إنه الكل عايشين سوا بهالبيت. شو بستفيد من هالحكي؟ شو بيفيدني نضل سوا؟ كيف فيك تضمن لي إنه أنت رح توفي بوعدك؟ إذا مرتك من هلأ بدها تمنعني إنه أشتري أغراض لابني وتحاسبني عليهم، شو بيضمن لي إنه هي بكرة بالمستقبل ما يخطر لها تعمل أكتر؟ شو عم تقولي سونيدي؟ هي تاني مرة بتحاولي إنه تغيري الموضوع. أنا بس قلتلك إنه هالغراض تبع الولد ما رح يلزموكي إلا لبعد عمر السنة، وقلتلك اشتري الضروري هلأ والباقي بعدين بتشتري. بس هذا اللي صار، ما عم أفهم ليش عملتي منا قصة وكبرتي الموضوع. أنا سونيدي شبك سونيدي ما تلمسني، ما بدي منك شي، تركني لحالي. أنت ما فيك حتى تدعمني مع أني معي حق بكل حكي، فلشو هلأ جاية لحتى تهتم فيني؟ بس أنا سونيدي شو صار لك؟ سونيدي سونيدي اشربي مي سونيدي، يلا اشربي. أنا من هاللحظة بلش اضرابي سلفتي، فما في داعي إنك تعطيني مي. إذا أنا كنت عم أتوجع اتركوني لحالي وروحوا، لأنه مدام ما تحقق اللي طلبته ما رح أشرب مي ولا حتى آكل. ماهين سانجيب لا تتركها لوحدها. طيب اسمعيني سونيدي، ماهين شوفي براتيبا، ماهين بترجاك انت لازم تفكر باللي طلبته سونيدي. بشو لازم فكر براتيبا؟ ما عندي مشكلة اني حولها الملكية لاسمها، انا مشكلتي انها عم تبتزنا. براتيبا انت بتعرفي انه سانجيف سونيدي جوجو كل طلباتهم واصلة لعندهم حتى قبل ما يطلبوها، وانا بين ولادي وابنهم بعمري ما فرقت نهائيا، وكل تهديد سونيدي ما همني فيه غير اني خايف على اللي ببطنها يمكن اكثر من زوجها. انت معك حق ماهين بكل شيء عم بتقوله، سونيدي بدها تبتزنا، بس الولد اللي على الطريق ما إله ذنب، لهيك نحن لازم نوافق على طلبها. شو يعني انت ما بتعرفي سونيدي؟ اي شيء عم تعمله هلا هو مشان تبتزنا وتضحك علينا. براتيبا نحن بحياتنا كلها ما نقصنا شيء على بهو انمول،
وإذا قسمنا الملكية وعملنا مثل ما بدها سونيدي، ساعتها برأيك شو حيكون مصير الأولاد؟ ما هين أنا بعرف إنه هي ما رح تتركنا نرتاح ورح تضل تضغط علينا، بس نحن ما فينا نخليها تضرب عن الأكل. إذا سمحنا لها تساوي هالشي أكيد رح يعمل أذى إلا ولصحة ابنها كمان. رتيبة، أنت شو صار لك لحتى عم تفكري بهالبساطة؟ تذكري هالحكي اللي عم قلك إياه، إنه هي لما تجوع رح تاكل وتشرب، كل تصرفاتها كذب. ما تاخدي حكي بهالجدية رجاءً. بتمنى من قلبي يكون حكيك صح، إن شاء الله يكون هيك. وليه؟ شو هالقصة اللي طالعتي لنا فيها؟ اسمعي حماتي، رجاءً مالي حيل افتح أي نقاش مع حدا. ما أكلت ومو متوازنة وكتير تعبانة يعني، وانتي هلأ فوقها جاية لحتى تبهدليني كمان حماتي. بس أنا ما عم بفهم لهلأ يا سونيدي، انتي على شو ناوية؟ ليش عملتي لنا هالصرعة بالبيت؟ يعني شو ما كانت حصتي رح يكون نصها لماهين ونصها لسانجيف، اثنيناتهم رح ياخدوا مثل بعض، ليش مفكرة رح تاخدها أقل؟ بس حماتي كمان انتي ما معك غير نص الحصة تبع البيت، باقي الحصة باسم بوش باسيلفتك، وهي حطت حصتها باسم براتيبا كمان. وين بيكون العدل بهالقصة حماتي؟ المفروض نحن ناخد جزء من حصتها مثلنا مثلهم يعني. ليكي سونيدي، أنا بهالقصة ما فيني ساعدك أبداً. أوه شايفة يا حماتي، أنا لهيك عم حارب مشان آخد حصتي مثلهم. 75% من البيت باسم ماهين وسلفتي، بقى وين العدل بالموضوع؟ يعني طالما سانجيف وماهين إخوات، المفروض هن الاثنين تكون حصصهم متساوية، 50% إلن و50 إلنا. تعرفي حماتي، إذا أنا قبلت بكلامك وما طالبتهم بحصتي، ساعتها سلفتي رح تحكم هالبيت كل عمرها وما رح تسمح لي إنه أعمل أي شي. مظبوط يلي عم تحكي، وعلى هذا الأساس هي جابت أهلها لهون حتى يقعدوا بالبيت فوق راسنا. أي حماتي، واحتمال بما إنه هي صاحبة الحصة الأكبر، بكرة بتطالعك إلك برا كمان. ولهيك أنا عم قول حماتي، أنتي لازم توقفي معي، بدك تقنعي ماهين يقبل يسجل حصته باسمي. تعرفي أنتي ولا حدا في يقرب على الحصة تبع سلفتي نهائياً. مظبوط حكيك حماتي، أنا بس اللي بدي إياه إنه يكون عندي نفس القوة اللي عند سلفتي، مشانك أنتي ومشاني أنا كمان.